عزيزات التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنعود في حصة جديدة في مادة اللغة العربية، الوحدة السادسة، مكون التراكيب، حصة الدعم، المجال، السياحة. تهدف حصتنا إلى أن يتمكن المتعلم من توظيف الظواهر التركيبية التالية في وضعيات مختلفة: النواسخ الفعلية، النواسخ الحرفية. فلنبدأ على بركة الله بتذكر أهم الظواهر التركيبية المدروسة. السؤال الأول: ما هي النواسخ الفعلية؟ أعيد السؤال: ما هي النواسخ الفعلية؟ مهلة للتفكير. إذن من النواسخ الفعلية كان، أضحى، أمسى، بات، ضل، صار، ليس. أعيد: من النواسخ الفعلية كان، أضحى، أمسى، بات، ضل، صار، ليس. الآن سنمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني هو: أدخل الناسخ الفعلي صار على الجملة التالية. أعيد قراءة السؤال: أدخل الناسخ الفعلي صار على الجملة التالية. الجملة هي: الجو صحو. أعيد الجملة: الجو صحو. مهلة أعزائي التلاميذ للتفكير. الجواب إذن هو: صار الجو صحوا. الجواب الصحيح هو: صار الجو صحوا. السؤال الموالي هو: ماذا حدث للخبر بعد دخول الناسخ صار على الجملة السابقة؟ أي الجملة السابقة: الجو صحو. ماذا حدث للخبر هنا؟ الخبر هو صحوا. فكروا جيدا ماذا وقع للخبر؟ إذن ستلاحظون أن الخبر منصوب، إذن أصبح الخبر منصوبا. نعم، إذن سنمر إلى السؤال الموالي: وماذا حدث للمبتدأ في الجملة السابقة؟ إذن رأينا الخبر منصوب والمبتدأ ماذا حدث له؟ فكروا جيدا. إذن بقي المبتدأ مرفوعا حين دخل الناسخ صار، بقي المبتدأ مرفوعا والخبر منصوبا. إذن نستنتج إذن أنه من النواسخ الفعلية كان، أصبح، أضحى، أمسى، بات، صار، ليس. هذه النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر،
فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أعيد قراءة القاعدة: من النواسخ الفعلية كان، أصبح، أضحى، أمسى، بات، صار، ليس. تدخل هذه النواسخ على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. جيد، الآن سنمر إلى النواسخ الحرفية. فالسؤال الأول: ما هي النواسخ الحرفية؟ مهلة للتفكير أعزائي التلاميذ. إذن النواسخ الحرفية هي إن، أن، كأن، لعل، ليت، لكن. النواسخ الحرفية هي إن، أن، كأن، لعل، ليت، لكن. السؤال الثاني هو: أدخل الناسخ الحرفي كأن على الجملة التالية. أعيد قراءة السؤال: أدخل الناسخ الحرفي كأن على الجملة التالية. مهلة للتفكير. إذن الجملة هي: السياحة مزدهرة. الجملة هي: السياحة مزدهرة. فكروا جيدا وأجيبوا بعد ذلك. إذن الجواب الصحيح: كأن السياحة مزدهرة. كأن السياحة مزدهرة. السؤال الموالي هو: ماذا حدث للمبتدأ بعد دخول الناسخ كأن على الجملة السابقة؟ إذن المبتدأ هو السياحة. لاحظوا ماذا وقع للمبتدأ بعد دخول الناسخ كأن على هذه الجملة. مهلة للتفكير. إذن أصبح المبتدأ منصوبا بعد أن كان مرفوعا في الجملة الأولى السياحة. حينما دخل الناسخ كأن أصبح المبتدأ منصوبا. وماذا حدث للخبر؟ وماذا حدث للخبر؟ فكروا جيدا. إذن بقي الخبر مرفوعا. بقي الخبر مرفوعا. إذن فالنواسخ الحرفية هي: إن، أن، كأن، لكن، لعل، ليت. هذه هي النواسخ الحرفية. سنرى ماذا تفعل هذه النواسخ. تدخل النواسخ الحرفية على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إذن كما رأينا النواسخ الحرفية هي إن، أن، كأن، لكن، لعل، وليت. تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. إذن قبل الشروع في إنجاز التمارين الكتابية، تحتاجون إلى لوحة أو مسودة لإنجاز هذه التمارين. فلنبدأ
على بركة الله بالتمرين الأول. السؤال الأول: أدخل الناسخ الحرفي إن على الجمل التالية. أعيد قراءة السؤال: أدخل الناسخ الحرفي إن على الجمل التالية. الجملة الأولى: البرق لامع. البرق لامع، فكروا جيدا. إذن الجواب هو إن البرق لامع، كما رأينا في القاعدة السابقة بأن النواسخ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فالمبتدأ البرق كان مرفوعا في الأول، لكن حين أضفنا إن أصبح المبتدأ هنا منصوبا والخبر مرفوعا. الجملة الثانية: المحمية رائعة. المحمية رائعة، مهلة للتفكير. إذن الجواب هو إن المحمية رائعة. إن المحمية رائعة. لاحظوا كذلك ما هو الشأن بالنسبة للجملة الأولى، فالمبتدأ هنا أصبح منصوبا والخبر مرفوعا. الجملة الموالية: الجو مشمس. الجو مشمس، فكروا جيدا. إذن الجواب هو إن الجو مشمس، كما هو الشأن بالنسبة للجملتين السابقتين، فالمبتدأ دائما منصوب والخبر مرفوع. سنمر الآن إلى التمرين الثاني. أضع خطا تحت كل خبر في الجمل التالية. إذن عليك أن تضع خطا تحت كل خبر. ستقرأ الجملة بشكل جيد وستبحث عن الخبر، ثم ستضع خطا تحت هذا الخبر. الجملة الأولى: كانت المحمية شاسعة. إذن الجملة: كانت المحمية شاسعة. أين هو الخبر؟ ضع الخط تحت هذا الخبر، والمقصود هنا خبر الناسخ الفعل كانت. إذن مهلة للتفكير. الجواب إذن هو شاسعة، هو الخبر. سأضع خطا تحت شاسعة. جيد، ممتاز. إذن الجملة الموالية هي: كأن النخلة باسقة. إذن هنا لاحظوا بأن الناسخ هو ناسخ حرفي. أين هو الخبر؟ حين ستجد الخبر ضع خطا تحت هذا الخبر. إذن مهلة للتفكير. الخبر هو باسقة. سأضع خطا تحت هذا الخبر. إذن الخبر باسقة، هو خبر الناسخ الحرفي كأن. جيد، سنمر الآن إلى الجملة الثالثة. ركزوا جيدا معي في هذه الجملة وقرأوها بشكل جيد،
فتح الحارس باب المنتزه. سأعيد قراءة هذه الجملة. فتح الحارس باب المنتزه. ركزوا جيدا كما قلت في هذه الجملة. إذن مهلة للتفكير جيدا. إذن ما هو الجواب؟ علي أن لا أضع أي خط تحت أي كلمة، لأن هذه الجملة لا تتضمن أي ناسخ سواء كان حرفيا أو فعليا. ممتاز. الآن سنمر إلى الجملة الأخرى. لعل الرحلة ممتعة. لعل الرحلة ممتعة. ابحث أولا عن الخبر ثم ضع خطا تحته. مهلة للتفكير. إذن الجواب هو ممتعة. سأضع خطا تحت ممتعة. جيد. إذن سنمر إلى التمرين الثالث. أشكل الجملة التالية. أشكل الجملة التالية. إذن الجملة هي أمامكم الآن، اقرأوها جيدا وعليكم بشكل هذه الجملة بشكل تام. إذن الجواب هو صار الجو صافيا بعد أن كان غائما، فأمس السياح مبتهجين. هذه الجملة تتضمن مجموعة من النواسخ الفعلية. صار الجو صافيا بعد أن كان غائما، فأمس السياح مبتهجين. نعم. إذن سنمر إلى التمرين الرابع. ومضمون هذا التمرين هو املأ كل فراغ بناسخ حرفي في الجمل التالية مع الشكل التام. سأعيد قراءة السؤال. املأ كل فراغ بناسخ حرفي في الجمل التالية مع الشكل التام. إذن الجملة الأولى، اقرأوا الجملة فهي مكتوبة أمامكم وبعد ذلك أجيبوا بشكل جيد، مع العلم بأن المطلوب منكم هو الناسخ الحرفي. إذن الجواب الذي أقترحه عليكم هو إن السياحة صناعة، لكن إذا وضعت ناسخا آخر من قبلك أن أو لعل أو لكن يعتبر جوابك صحيحا. شريطة أن يكون المبتدأ منصوبا هنا والخبر مرفوعا، لأن المطلوب منك مطلوب منك الشكل التام. إذن أقول إن أو لعل أو لكن أو كأن السياحة صناعة. الجملة الأخرى هي مكتوبة أمامكم، فكروا جيدا ثم اختر الناسخ الحرفي وضعه
في المكان المناسب مع الشكل التام. الجواب الذي أقترحه عليكم أنا: لعل المصطفى مسرور. إذا هذا اقتراحي أنا، الناسخ هو لعل، لكن إن وضعت ناسخا آخرا يعتبر جوابك صحيحا: إن أو كأن أو لكن أو ليت، يعتبر جوابك صحيحا. لكن عليك أن تركز هنا على المبتدأ والخبر، لأن مطلوب منك أن تشكل الجملة شكلا تاما: لعل المصطفى مسرور. الجملة الأخرى هي: مكتوبة أمامكم، اقرأوها جيدا ثم اختر الناسخ المناسب وضعه مكان النقط. مهلة للتفكير. إذن الجواب هو: كأن النخلة باسقة، وهذا اختياري أنا، اخترت الناسخ كأن. حتى وإن وضعت كما سبق الذكر أي ناسخ يعتبر جوابك صحيحا، شريطة أن يكون المبتدأ هنا منصوبا والخبر مرفوعا. نلاحظ معي، دائما أركز على أن يكون المبتدأ منصوب والخبر مرفوع في النواسخ الحرفية. جيد، الجملة الأخيرة وهي: مكتوبة أمامكم، اقرأوها بتأني ثم أجيبوا مع الشكل التام. إذن الجواب هو: إن الراشدية مدينة صحراوية. هذا هو الجواب الذي أقترحه عليكم أنا: إن الراشدية مدينة صحراوية. مع التذكير على أن أي ناسخ وضعته مكان إن يعتبر جوابك صحيحا، شريطة أن يكون المبتدأ منصوبا والخبر مرفوعا. الراشدية منصوب، مدينة مرفوع، لأن النواسخ الحرفية تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نكون قد أنهينا هذه الحصة. شكرا على حسن انتباهكم، وحفظكم الله بما حفظ به الذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.